إذا سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام مشروط سادة الخيل المهجن رسالة تكافؤ الدرجة الثالثة مسافة 1200 متر داندرا بريسيدينغ ويف فيكتور اللوري البلاك بيتش بيتش سامبا زغوا بويت سونغ ويت سيدر فلاور كاتشويف شاقا زولو القمري شبرم وبرميت جونز انطلاقة قوية مع الجود رقم 4 بلاك بيتش لسيد شعيل بن خليفة الكواري على الصدارة وعلى المركز الأول من الداخل محاولة في ثاني المراكز من قبل الجود رقم 11 القمري لسيد محمد خليفة العطية فالح أبو غنيم على ثاني المراكز محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 9 كاتشويف المهندس حسن علي عبد الملك الان ومحاولة ايضا مع الجواد رقم 11 شقا زولو سيد ابراهيم سيد المالكي ستيفان لجد الان يخطف الصدارة ويخطف المركز الاول محاولة القمري سيد محمد خليفة العطية فالح بغنيم الان على ثالث المراكز ومحاولة من الداخل من قبل الجواد رقم 4 بلاك بيتش الان عفوا ريسيدينغ ويف لخليفة في شعل الكواري اذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدارة والمركز الاول مع الجواد رقم 9 كاتشويف المهندس حسن علي عبد الملك سمارك لورن على الصدارة وعلى المركز الاول محاولة من الخارج مع شقا زولو شقا زولو الان لكن الصدارة والمركز الاول مع الجواد رقم 9 كاتشويف المهندس حسن عبد الملك مارك لورن على الصدارة وعلى المركز الاول محاولة الجواد رقم 3 من الخارج فيكتور اللورير ابراهيم سعيد المالكي منافسة قوية اذا ابراهيم المالكي مع الجواد فيكتور اللورير اذا الصدارة والمركز الاول فيكتور لوريال ابراهيم سعيد المالكي سليم غلام الصدارة والمركز الأول ثلاثة بيتر اللوريال ليس إبراهيم سعيد المالكي سليم غلام في ثاني المراكز الجود رقم 2 ريسيدينغ ويف ثالثا مع الجود رقم 5 بيت سامبا رابع المراكز مع الجود رقم 9 الجواد كاتشويف وخامسا مع الجود رقم 12 الجواد شفرة مسادة مربط الميلال